سألوني من تهنئ في العشر العظيمة، قلت الذي أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة كالمسك، كلما مر عليه الزمان زادت قيمته، وإنكم أكثر من ذلك. إن سبقتموني بالتهنئة فهذا من كرمكم، وإن سبقتكم فهذا من غلاوة قدركم. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وإلى قلوبنا أعز وأطيب. سلام بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير وعلى خير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، عواشركم مبروكه والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر باش ما تمنيتو. حبيت انا نبارك لكم العواشر بهذا الفيديو وتشوفوا معنا كبيشات ديالنا، لا ديال خويا ولا ديالي. ان شاء الله يدوز عندكم العيد بصحه وطول العمر، والله ينوركم اللي في بالكم واللي في الحج الله يكمل عليه، واللي باقي ما مشاش الله ينول له اللي في باله ويمشي ليه ان شاء الله. وعواشر مبروكه والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. تنقول لكم كي درتو مع هاد الغلا ديال هاد الكباش تاع هاد العام، والله القسم الى زعما تاسفنا وتالمنا المساكين، المساكين اللي ما عندهمش واش يضحيو، لان السوق والضحيه غاليه بزاف. ونقول لكم الله يجيب لي فيها الخير ومبارك العواشر. ما تنساونيش البنات ملي لايك، ولا باقي ما تابوناتش عندي في القناه تابونا عندي، مرحبا بكم في قناتي والف مرحبا وشكرا على المشاهده. رجلي على رجلك نمشي وتيطلع نهار، عيني على عينك تيشهد نجوم القمر، يدي على خدك.